فتيات المولودات المشاركات رائعة جدا في أدائهم، في تدريبهم، في استيعابهم، في تقبلهم لهذه الفكرة، فكان شيء كثير كثير رائع. مجتمع انه لا يتقبل الفتاة تلعب رياضة، انا حبيت اكسر هذه الشغلة وامارس رياضة الملاكمة، وانا بمارسها كوسيلة للدفاع عن النفس ومواجهة المجتمع. اهلي كثير حبوني، يعني يقولي انك طلعتي على التلفزيون انك تلعبوا ملاكمة، جيراني ولاد عمي كثير نقول انك جدعة انك طلعتي تلعبوا ملاكمة، وهي كثير انبسطوا اني انا بلعب ملاكمة، انه في عنا ملاكمة في غزة.